نحن العبد الوهاب والعبدون حينما لا تنجبوا لي احنا ذاك ترحموا كل ادم وهذا لا يمارس مع الشرع العظيم وحين احنا ذاك اقتنع كده وراوع تابعه اخرى راجل راجل جميع على الكنيس وجود او بين منه وقعد على الارض هذا الثوابت فقال له صناعه يا احمد اصيب الدكتوره الصفراء. الدكتوره الصفراء دي كانوا الفلاحين بيدوها للفلاح بتاعتهم. فهي البقره كمان فلاح البقره. لما حصل بقى البنك التسليم بتاع الاستاذ الاصابه اللي مسك الريك ده فضلوا يقولوا ميه طويله عشان يدفعوا. فقال احمد الجنود ده قال بطلع قصيده في المتنبي قال الشرير العزيز رجع بالاعطى المعروف والبطل احمد الجنود يموت السنين العزيز اللي بدأت بضعفه على المعروف والفجر عند البلاد وقوم يا يوسف شروق. حبيت الراجل ده قصته معايا مره كان الجامعه بقى كل يوم الجماعه المشاغبين دول يعملوا مؤتمر وكان المؤتمر ده عشان تردد الاوضاع العربيه طبعا بفعل الملوك والرؤساء العرب قلت له احمد بتيجي تيجي معايا الباب قال لي قعد كده وكتب كلمتين وبعدين قلت له قوم يا احمد. فقام قال بجد شاهد قبل المناسبه قال يا ملوك ورؤساء العرب صبري عليكم طار من المحيط للخليج ينعن ابوك وداك.